السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات تيجي تعدل في الفيو اللي انت واقف عليه تقول له في في، تيجي تعدل تلاقي كل حاجة مقفولة. ما دام كل حاجة مقفولة يبقى هو كده عامل فيو تمبليت. يعني ايه فيو تمبليت؟ يعني لما بتعدل بتعدل في كل الفيوهات مرة واحدة، تمام؟ فلو جيت تبص على الخصائص وانت مش عامل سيلكت على حاجة خالص هتلاقي فيو تمبليت ده معمول اهو الكتريكال سيكشن، تقدر تدخل وتعدل المعلومة من هنا. بس لما هتعدل هنا هتعدل في المشروع كله، كل الفيوهات اللي واخده فيو تمبليت هتتعدل في نفس اللحظه، كل الفيوهات اللي واخده فيو تمبليت الكتريكال سيكشن لما بعدل هنا بتعدل في كله. طب اقدر انا واقف على فيو وهو واخد فيو تمبليت وعايز اعدل؟ تمام. ابسط حاجه شايف العلامه ديت تمبوري فيو بروبرتيز، تمبوري فيو بروبرتيز لما بتدوس عليها بتقول له انيبل، تمام. كل اللي انت هتعدله دلوقتي ده مؤقتا، تمام. يعني فرض مثلا انت جيت هنا وقلت له انا مش عايز مثلا الول مثلا، ومش عايز الفلور مثلا، تمام. اختفى مؤقتا، ودي كتير جدا محتاجه في شغلي، ان انا اعمل فيه تمبليت عشان اوفر على نفس الوقت. وبعد كده في حاجه محتاجه ان انا اغيرها، محتاج مثلا ان انا اجي هنا اخليها واير فريم، كل ده تمبوراري، تمام. خلصت هتدوس هنا وتشيل العلامه دي، ترجع كل حاجه زي ما كانت، وتيجي هنا تعدل تلاقيها مقفوله، وكل الاعدادات اللي مرتبطه بالفيو تمبليت ترجع زي ما كانت.